اللهم صل على محمد وآل محمد. مطر خير مطر خير مطر، ولكن السبع في المطر يخبل جدا. شني لا حاضر هذا الكسر يا اسمع ها شني تعورت او ما تعورت؟ ها ليش حاط الموز؟ شني اللي حاط الموز؟ واحد ما كله موز او شيء امر الله مطر الله مطر. روح اسبح روح 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 روح. اللهم صل على محمد وآل محمد. حركة الحركة الحركة هلو حركة الحركة طبعاً يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. قل يا الله قل اعطينا إشارة يا ربي. من مطرة الدنيا حلو بويا، اشتاقيت من مطرة الدنيا حلو بويا، حلو حلو من مطرة الدنيا اشتاقيت حلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطر خير عليكم يا رب. طبعا بالبصرة مطر قوي مو هيج، واو مطر قوي عندنا بالبصرة. جاي تمطر يمكن لو لا تقولي احنا بالبصرة مطر قوي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضع ضع ضع. حمد البصرة عندنا الأجواء لندنية. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطر خير يا رب. حالو بحالو. ولك حالو بالبصرة. ربي إذا تزوج بهذا الشهر أعطيني إشارة. ولك ما في شهر. ربي إذا تزوج بعد شهرين أعطيني إشارة. ولك شنها ما في زواج. ربي إذا أخطب بهاي السنة أعطيني إشارة. يعني راح اخطب. يعني بس خطوبه. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا هذا الماي دائما غسل بي والله خير وبركه. امنيتي بالحياه اجرب هذا الدين. هذا خلي التليفون جوا وجوا المطر والماي هيك. شو انا هسه هذا التليفون وهذا المطر بس ما جاي يصير. المهم توصل الفكره. محمد طبعا الاجواء خبل غير ما يكثر. مطرة اشتهيت اتبلل وياك. مطر خير يا ربي. ها شلون؟ قلت له بعد 3 سنين اتزوج اعطيني اشاره. ربي اذا بعد سنتين اتزوج اعطيني اشاره. خبقم. لك الحمد يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. مطر خير يا ربي. شلون الأجواء عندكم؟ اكتبوا لنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لكم الدنيا صارت يابا الدنيا. انقلبت بويا انقلبت. صلوات على محمد بلندن بلندن. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاجواء بالبصرة لندنية قح. ما عزوين هاي كلها المخاطرة على مود شني؟ على مود يطلع على فيديو يسوي حركات في المطر. زوين كل شي ما مبين. قول عباس ولك كل شي ما مبين. هذا طلع بس حتى يقولون هذا زوين. ما جاي ماكو ما واضح ولك يا من بعيد. لا تبدا الله عليك بس اكلي ولك كل شيء ما واضح منك. هاي تصفيق يوم على الدار. يلا بس 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 من عافيه نرمين عمار سوى. ها
سيري هوم سيري هوم. طبعا طلبت للولد قالوا جوعانين دخلتهم للمطبخ لين عندنا خطار انا بخدمتكم والله العظيم والله ما ادري انتم ها وين لاقيها ولاقيها صار اكل تيام هنا هذا اكل دايت هاي طلبت له دجاج هو واحمد طلبت له لحم تلقون مثلي ما اريد اريدك بس شنو تشتري ها هاي 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 اوكي هذا فخر خلاص صدرك بالعافيه النوتيلا مالت الشباب شوفوها تقول لي ايش قد تحب التمر وراشي قلت لها انتم مو تحبون النوتيلا والحلويات انا احب التمر وراشي شو تشجعين انت على فريق اللي يفوز فريق اللي يفوز هذا شو هذا جيب لي اياه بدون شكر ولا لا ولا ستيفيا لان راح اكل تمر وهذا هاي الاكله وهاي اكله مرتبه شاي مر وتمر وراشي فول خوش سد سديته يلا سديته يلا سديته الشكر سديته هاي ما تحته نروح انت شجعين منو الريال شجعين الريال شو احنا نشجع نزل الباص ايش عيب حتى انا ما نشجع الريال عيب نروح عيب انا نشجع الريال لا وين؟ أنا ريال تعال يلا شجعون الريال ايه عمو ليش انت عمو ليش شجع الريال؟ كريستيانو انا ورسي شجعت البرشلونة ليش وراها عرفت برشلونة بيبيسي وريال ومدري جيرو بي كريستيانو زين دول اثنين هم طلعوا مين راح ويا انتر ميامي و... وكريستيانو راح ويا النصر اثنين هم ما يلعبون لا برشلونة لا هسه هذا هذا راح ياخذ الدنيا هذا بايله هذا مبامبي وهذا وين راح يصير مكان ميسي وكريستيان هذا برشلونه هذا باريس هذا وعنده ولا كاس هذا هو هذا على عباس اشتاقين عمي ايش دعوه مع الغمازات لا 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 منا 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 بال منا اضحك اي اي هاي واحدة لا لا اضحك هاي واحدة شوفوها اضحك هاي واحدة هاي اثنين شنو مختفي عباس الفويسيد ها عباس والله احكي يمتى تحكي صار عمرك ايش قد هسه شنو هو باو علي عباس صح لولي يلا كافي يلا عميس مات انت تحب من ايه بابا وبعد يا هو وبعد يا هو ودادي دوبا بالتينيوي تحب دوبا بجيرانكم وبعد ولولي وبعد ودبي شو اسمه ناني حب ناني ناني دقوا منا قم قم بوالي 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 ناني هو تعال روح يلا شبيب يلا وينك سمكه ثانيه غير وينها سمكه ثانيه لا تضحكون علينا اكله ماكو حتى ما ناكل ناكل شيء قليل يمه هاي السمكه الثانيه يمه تعال ايش تحط شوفوا علاوي سوى بالسمكه طيرنا صح عمي علاوي ها بسم الله الرحمن الرحيم ها ابدا يقول عيدر يقول علاوي ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول ابدا زوين شنو ما عجبك سمك ما احبه شوف امه محتاره يعني حتى من تطبخ لنا بالبيت هسه هذا الزلمه يقول السمك يخبل وطق نصه بعدنا ما بدينا وهذا يقول ما احبه توكل بالله قوم اطلع برا خلنا ناكل شباب الفلوس اللي حصلتهن امي ما تزوين وعلاه وما تلحنه طلعت ناسين بقلبي تاخذين لو ترجحن لها شو تقولون شوفي عن الحلال والحرام الله يرحم والديك الدليلين طبعا غسلنا الشعر خوش زوينها مغسله بقى بس علاوي غسلت انا غسلته بس شوفوا ترتيب المضيف مال سيد باقر شلون حلو بعد ترتيب مستشفى مالته هم اللي جهزوه سيد باقر
سيد ناجي الله يرحمه. شوفوا ترتيب المضيف مع العرب، شوف شلون حلو. صارنا ساعة قاعدين فيه ما ينشبع منه، حلو. زوين نسوي لنا هيك واحد؟ اي والله يراد الله.